اللي موجود في مصر الاستاذ مرابي عباس. استاذ مرابي اهلا بيك، عصام جميل يا باشا. سامعني كويس؟ بالنسبه انا بقالي اكثر من 7 سنين في السودان، حاليا هنا شغالين ناس تمام، ما فيش اي حاجه ولا شفنا اي عواقب بقالنا اكثر من 7 سنوات. ايه اللي حصل بقى في الايام الاخيره؟ ما فيش اي حاجه، المشاكل دي قابلتني اول امبارح. اخويا انا اتضرب هناك في مدني، في ولايه مدني، في حي اسمه حي برنجان، جر وراه وكسروا له دراعه. بس الحكومه، لا الاهالي اللي هي ما عندهاش الفكر، الاهالي اللي ما عندهاش الفكر، يعني حطوا احنا يا شعب يعني زي تخليص، انا عملته في مصر كذا احنا نعمل فيكم كذا. حتى في دكاكين حضرتك يعني ممكن ما تبيعش الحاجه. متعرضين. انت عايش في السودان انت واخوك؟ لا، اخويا اللي اتضرب ده اهو. طيب احنا بنتاجر في ادوات منزليه، حاليا بنجيب ادوات منزليه وبنتاجر فيها، بس عمر ما شفنا اللي بيحصل ده بصراحه، متهددين جدا جدا ماشي يعني. هنتعامل معاها على انها هنتعامل معاها لانه حادث فردي، لا يجب ان نتعامل معاه بانه في عمليات اعتداءات جماعيه على المصريين، غضا على صور بيتم نشرها انه في اعتداءات على السودانيين في مصر. يعني خلونا يا جماعه نسارع دبلوماسيا وسياسيا وامنيا بتفادي ده. يعني هو الراجل بيقول اهو بقى لنا 7 سنين، بتقول بقى لكم 7 سنين ما فيش اي مشاكل، يعني انت قاعد شغال هناك يا فندم؟ ما فيش اي حاجه، ناس ما فيش احسن من كده. لكن اللي حصل من 3 4 ايام حاجه غريبه يعني، خلتنا حتى نفسيتنا ما فيش يعني رد فعل صعب، لكن صح ناس كويسه جدا ان شاء الله. يعني يمكن الاهالي فيها يعني يا فندم، وبيوتنا خربانه هنا واحنا ما بنضرش حد، بيترد علينا بالطريقه دي، ده حاجه